الفكره السياسيه بل هي قضيه الوطن. يعني لما كنتكلموا على الامازيغيه والامازيغ كنتكلموا على المغاربه كلهم في الاخير، كنتكلموا على تاريخنا، كنتكلموا على الهويه المغربيه. اذا شكرا على وجودكم معنا اليوم في هذا النشاط اللي كنعتبره مهم في وزارة الثقافة. علاش مهم؟ لأن قضية الأمازيغية ليست قضية أغلبية أو حكومة فقط، بل هي قضية الجميع، أغلبية، معارضة، مجتمع مدني. وكيف ما كتعرفوا منذ خطاب جلالة الملك ديال 2001 إلا وتم يعني تدريجيا تم تنزيل القضية ديال الأمازيغية في جميع المؤسسات. احتاجت 2011 بالطبع وتم دسترة اللغة الأمازيغية كلغة رسمية جانب اللغة العربية. فاليوم بالطبع الحكومة في ظل التعليمات الساميه ديال سيدنا الله ينصرو الا وكتحاول تسرع بتنزيل فيما هو اداري، لان في الاخير الخدمات الاداريه خاصها تكون موجهه للجميع بما فيهم المواطنات والمواطنين الناطقين فقط باللغه الامازيغيه خاصه في بعض مناطق المملكه المغربيه. وهنا كان موجودات اللي قامت بها مجموعه ديال القطاعات، تكلم على وزاره الصحه وزاره العدل، زائد بالطبع العمل اللي كتقوم به وزاره الثقافه للحفاظ على هويتنا المغربيه بما فيها بالطبع هويتنا الامازيغيه. السوغاس مباركي، بداية نتوجه بهذه المناسبة السعيدة إلى كل المغربيات وكل المغاربة بأحر التهاني، لأننا نحيا لحظة التي تمكننا من أننا خاصة في حزب تقدم الاشتراكية نقدم كثيرا كل الموضوع المرتبط بمكانة الأمازيغية في المجتمع المغربي. تعلمون بأن حزب التقدم الاشتراكية هو حزب اللي وضع من هذه المسألة منذ عدة عقود، وكان أول حزب مغربي الذي طرح المسألة الأمازيغية في وثائقه، وأنتج وثيقة خاصة بالموضوع من أجل الاعتراف بالأمازيغية لغة، ثقافة، لكن كذلك إسهاما على جميع مستويات الحياة العامة في 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 بلادنا. تطورت منذ ذلك الوقت الأمور، واليوم الأمازيغية معترف بها في الدستور المغربي. لكن السؤال الأساسي المطروح هو هل الاعتراف من داخل الدستور المغربي هو هدف في حد ذاته أو وسيلة؟ وسيلة لماذا؟ طبعا وسيلة لبلورة أكثر هذه الأمازيغية على جميع المستويات، تعليما بداية، لأن التعليم هو المدخل ديال كل شيء. بمعنى خصنا إلى بغينا هذه الأمازيغية تكون جزء حقيقي من الثقافة الوطنية ومن المجتمع المغربي، يتعين أن نتملكها جميعا وخاصة بالنسبة للفئات الصاعدة. اليوم كتشوفونا في هذا المقر حزب التقدم الاشتراكية كنحتفلوا وكنحتفيو برأسنا الأمازيغية، اللي حنا من بين الأحزاب الأولى والحقيقية اللي دافعات واللي عندها علاقة بالثقافة الأمازيغية وبالأمازيغية كقضية. دونك كنتبرك غصادر نسيم غور إيدني خفنو سكاس أمازيغ سيس منو كبار التقدم الاشتراكية اللي كانيان كبار ليو سنين تبرات منو كبارات نحتفل التراث الأمازيغي بمجمله. قلت لي زرام درنا لي برودوي تيغوار ما تنتجو على الأرض الأمازيغية، اللباس الأمازيغي، الأكلة والمطبخ الأمازيغي، درنا غير نطي ديال الازياء. وفي الاخيره تكون عندنا حفله يعني قسمه متنوعه من الاطلس، طقس كبير، سوس. اذا هذا اعتراف حقيقي باننا حنا اليوم كنرسموا هذا اليوم هنا، وحنا حزب يطالب بترسيم هذا اليوم وبهذه المناسبه. حنا اليوم كنرسموا وكنحتفلوا به وكنجددوا المطلب ديالنا للحكومه على اساس انها دير هذا اليوم عطله رسميه وعيد وطني.